للحديث عن الأزمات التي تلاحق الخطوط الجوية العراقية ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي عادل الجبوري. أستاذ عادل، مرحبا بكم. لنبدأ من خبر لجنة النقل النيابية تقول إن تدهور قطاع الطيران في العراق وأيضا انعدام الخدمات في المطارات، هذا كله يعود إلى الفساد وغياب المهنية في العمل. إذا كانت تتوفر لديها كل هذه المعلومات، يعني على أقل تقدير، لماذا لا تتجه لاستجواب وزير النقل، لاستجواب مثلا مدير الخطوط الجوية العراقية؟ ما سبب في ذلك؟ عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. الحقيقة الخطوط الجوية العراقية كانت من أفضل الشركات العراقية للنقل الجوي الرابحة في العراق، لكن بعد 2003 نشوف بدأ الفساد في هذه الشركة يدب من خلال ترك الطائرات تتهالك دون صيانة، إضافة إلى سيطرة الشركات الأهلية التي جاء بها السياسيين ما بعد الاحتلال، مثل شركة فلاي بغداد التي فرضت على الناقل الوطني أن يقوم بسفرة واحدة فقط، وهذه السفرة هي يوميا سفرة واحدة إلى دول الجوار، وتشوف الناس المسافرين يلجؤون إلى الشركات الأهلية بفارق سعر قليل جدا. لذلك سيطرت هذه الشركات الأهلية على الناقل الوطني وبدأت تأخذ كل دور الناقل الوطني في تأمين السفر للمواطنين. لذلك تعتبر الشركة اليوم أصبحت شركة خاسرة، وبسبب رداءة الطائرات وعدم صيانتها والسرقات اللي موجودة في أثناء الصيانة من المساهمين في عملية الصيانة، من اللي كشفهم لجنة النزاهة النيابية وكشفهم لجنة النقل، لكن عدم استجوابهم هو بسبب حمايتهم من قبل أحزاب السلطة. ونشوف اليوم أنه إحنا يعني أنا أتحدى السيد رئيس الوزراء أن يستدعي مدير عام الخطوط الجوية العراقية ويسأل ليش يومية سفرة واحدة. طيب لماذا لا يسمح للناقل الوطني بأن مثل ما كانت سابقا أن يتجه بأكثر من سفرة للمسافرين حتى يحقق أرباح لهذه الشركة الحكومية؟ لكن الشركات التي جاءت وأسسها السياسيين بدأت تأمر الناقل الوطني أنه لا يخرج، إضافة إلى أنه موضوع التأخير في المطارات. هذا كل عليه أجور، يعني المطار في أي دولة تأخر الطائرة عن الأقلاع يأخذ عليها أجور، هذه كلها خسارة على الناقل الوطني. طيب أستاذ عادل، إذا بحثنا عن المستفيد، وصول واقع المطارات العراقية إلى هذا الواقع المتردي، وأيضا هناك طائرات متهالكة بطبيعة الحال أنها لا تتناسب مع أهمية هذا القطاع الحيوي، من له المصلحة في كل ذلك أستاذ عادل؟ الشركات الأهلية هي التي تتبع السياسيين هي التي لها المصلحة في اعتبار هذه الشركة شركة خاسرة في سبيل تصفيتها، وهم عدة مرات رادوا يصفوها في سبيل أن يقومون بشرائها. يعني عملية شراء الشركات الخاسرة باعتبار الشركة خاسرة، مثل ما اشتروا الشركات الأخرى كالنسيج والصناعة والإسمنت باعتبار شركة خاسرة خسروها وأعلنوها للبيع واشتروها هم بفلوسهم أو بفلوس الدولة. فلذلك من له مصلحة هم السياسيين الذين جاءوا من بعد الاحتلال إلى العراق وقاموا وشكلوا شركات للسفر، يعني للسفر والسياحة والطائرات، وما خلوا شيء على البلد، يعني كل يريدون يأخذوا. ومن ضمنهم الخطوط الجوية العراقية، ولحد الآن هي الخطوط الجوية العراقية تعمل بمدير ليس مهني. مديرها مدير المطار مدير الخطوط الجوية العراقية ليس مهني، ومدير المطار ليس مهني. نعم، تابع إلى الأحزاب. نعم، هناك دليل على تردي الخطوط الجوية العراقية وأيضا المطارات حسب ما ذكرته صحيفة إنديبندنت عربية، حيث قالت إن خسائر الشركة شركة الخطوط الجوية العراقية طبعا من عقد واحد أبرمته مع شركة بريطانية
هذه الخسارة وصلت إلى 36 مليون دولار. في هذا السياق، أين المنظومة الرقابية التي تتحدث عنها الحكومة في إطار محاربة الفساد؟ نعم، الحقيقة هي المنظومة الرقابية موجودة عندنا، لكنه عاجزة عن تأمين أي مصلحة لصالح الخطوط الجوية العراقية. نعم. لأنه وزارة النقل استولى عليها أحد الأحزاب، ويأتي بوزير من كتلته اللي هو أصلاً لا يفقه شيئا في أمور النقل. لا. وجاب مدير مطار من كتلته لا يفقه شيئا في المطار، ولذلك يشوف الاتفاقات باعتبار الوزارة لهم يتفقون مع أي شركة في سبيل أن تكون لهم مصلحة في الأموال اللي يأخذوها من هذه العقود، مثل باقي الوزارات اللي تقسمت على السياسيين. اليوم نشوف أن كل وزارة تقول هذا مالتي، التجارة مال الشيخ خميس الخنجر، الصناعة مال فلان، النقل مال فيلق بدر، والنفط مال حزب الدعوة. يعني قسموها بيناتهم، ولذلك الأرباح لازم يحصلون من العقود التي يبرموها مع الشركات. احنا عندنا كادر متقدم كان في الخطوط الجوية، وعندنا طيارات من أرقى الطيارات، وعندنا كادر ضيافة اللي يسموهم المضيفين من أفضل الكوادر التضييف، وطيارين من أفضل الطيارين. لكن نشوف اليوم الطيارين كلهم لجأوا إلى الشركات الأجنبية، لأنه ما يطيرون يومية، يعني ماذا يطيرون يومية؟ يومية طيارة واحدة. نعم. يعني الطيران الوطني يطير برحلة واحدة إلى الدول، ونشوف الشركات الأخرى تطير عدة طيران. يعني إذا راح منا لإيران بس يرجع بعد ماكو، بينما شركة فلاي بغداد تطير 3-4 مرات، وهي شركة طائرة لا تصلح حتى للطيران لو فحصت عالميا. أستاذ عادل، إذا ما فتحنا نافذة الحلول، ما المطلوب اليوم لخلاص قطاع الطيران والمطارات بالعراق؟ بمعنى أدق، من يمتلك مفتاح الحل؟ نعم، اليوم إذا نحتاج إحنا أنه لمفتاح الحل، يجب أن نأتي بمدير مطار ومدير خطوط جوية عراقية ليس له علاقة بالأحزاب السياسية. نعم. ولا يرتبط بها ولا ينفذ تعليماتها. عزل السياسة، عزل السياسة والأحزاب عن العمل التجاري في الدولة، وهذا اللي يخلي كل شركة تكون رابحة بعدما تعزل من السياسيين. يعني اليوم نشوف احنا النائبة عائلة عالية صيف طلعت لنا اليوم بقضية، قالت 3000 طن من الحنطة المستوردة تم استيرادها وسوقت على أساس حنطة محلية. يعني هذه جريمة طبعا. يكتشفها أردوغان، هذه جريمة. نعم. ليش؟ لأنه الوزارة تابعة إلى الشيخ الفلاني. احنا إذا نبقى هذه الوزارات تقسم وما تكون هناك استقلالية بالحكومة، وتبتعد السياسة عن الجهاز التنفيذي، فما نعم يصير عادل. أي حل نهائيا. من بغداد الصحفي عادل الجبوري، شكرا جزيلا لكم.